Bonjour, salam alaykoum wa rahmatoullah. Soit g de x égale à 4 facteur de x moins 1 fois la partie entière de x plus 3. E de x, la partie entière du réel x. Soit x appartient à l'intervalle 1 demi 3 demi ouvert. Montrer que la valeur absolue de g de x moins 3 est inférieure ou égale à 4 fois la valeur absolue de x moins 1. Montrer que quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, quel que soit x réel, valeur absolue de x moins 1 inférieure strictement à alpha implique valeur absolue de g de x moins 3 inférieure strictement à epsilon. En déduire la limite de g de x quand x tend vers 1. بداية هاد التمرين الهدف منه هو التذكير بالتعريف الرياضي للنهاية. إذا على بركة الله سنحاول الإجابة على السؤال الأول. قال لك إذا كان x ينتمي إلى المجال 1 على 2 3 على 2 بين هذه المتفاوتة. قبل ما نبدأ بالإجابة على السؤال الأول نذكر بالملاحظة التالية أو لاحظوا ما يلي. إذا كان عندنا x كينتمي للمجال 1 على 2 3 على 2 أنا جو بريزونتي سا سور أون دروات كاردوي 1 على 2 يعني 0.5 و 3 على 2 يعني 1.5. إذا كان عندنا x كينتمي للمجال 1 على 2 3 على 2 عندنا احتمالين، ممكن يكون x هنا يعني في هذا المجال 1 على 2 1، وفي هذه الحالة يعني أصغر قطعة من 1، وفي هذه الحالة لابارتي اونتيغ دو x غتكون هي 0. وإلا كان x كينتمي لهذا المجال اللي هو 1 3 على 2، في هذه الحالة لابارتي اونتيغ هي 1. يعني عندنا في المجال 1 على 2 3 على 2 عندنا جوج القيم ديال لابارتي اونتيغ دو x، إما 0 إما 1، وبالتالي غيمكننا نقولوا بأن لابارتي اونتيغ La partie entière, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 demi 3 demi, la partie entière de x est inférieure ou égale à 1. Alors, c'est-à-dire, bima anna la partie entière hanaya daiman moujaba, et then qadron défaut la valeur absolue ou tu li anna la valeur absolue de la partie entière inférieure ou égale à 1 sans problème. La même chose, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 demi 3 demi. طيب غنحتاجو هذه الملاحظه ملي غنبغيو نجاوبو على هذا السؤال. اذا بدايه غنبداو بالجي دو اكس. اذا غناخدو دائما ملي كيكون عندنا شي سؤال يحتوي على المكمل الكوني لو كونتيفيكاتور يونيفرسال، اون كومونس توجور بار اكريغ سوا اكس ابارتيان ا لانترفال 1 دومي 3 دومي. من بعد نشوفو كيفاش غنوظفوها باستعمال الملاحظه الاولى. اذا جي دو اكس ناقص 3 كتساوي طبعا هاد الثلاثة اللي عندنا هنا غنجيبو للطرف الأول، غيبقى عندنا أربعة عامل لـ إكس ناقص واحد مضروبة في لابارتي أونتيغ دو إكس. غادي ندخلو لافالوغ أبسولي هنايا، ملي غندخل لافالوغ أبسولي غتولي جي دو إكس موان تخوا أون فالوغ أبسولي كتساوي كاتر فوا لافالوغ أبسولي دو إكس موان زان فوا لافالوغ أبسولي دو إكس، لأن لافالوغ أبسولي كتفرق على الجداء. تنعرفو بأنه إلا كان عندنا فالوغ أبسولي دو أ بي فهذا كيساوي لا فالور ابسولو دو ا فوا لا فالور ابسولو دو بي. مزيان، اذا كنعرفوا بان لا فالور ابسولو دو اكس انفيرير او ايغال ا 1، دونك اور كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 1 دومي 3 دومي لا فالور ابسولو دو او دو اكس لا فالور ابسولو دو او دو اكس ايت انفيرير او ايغال ا 1، دونك ولادو 4 valeur absolue de x moins 1 fois la valeur absolue de e de x, puisque ça c'est positif, donc il sera inférieur à 4 fois la valeur absolue de x moins 1. Donc finalement, enfin, g de x moins 3 en valeur absolue est inférieur ou égal à 4 fois la valeur absolue de x moins 1. بالنسبة للسؤال الثاني قالوا لنا مونتري كيل كو سوا ايبسيلون بوزيتيف il existe واحد الفا بوزيتيف كيل كو سوا اكس ابارتيان ار اللي هو الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي. الا كان عندنا فالور ابسولو دو اكس موان 1 انفيرير ستريكتومون الفا فهذا يستلزم ان لا فالور ابسولو دو جي دو اكس موان 3 اي انفيرير ستريكتومون ايبسيلون. لاحظوا معايا مزيان، هذا التعريف ماشي سهل اننا نستوعبه، ولكن شنو المقصود منه؟ نحاولوا نقربوا شويه المساله. الا كان عندنا لا فالور ابسولو دو اكس موان 1 صغر من الفا هذا يستلزم بالضروره ان جي دو اكس موان 3 انفيرير ستريكتومون ا ايبسيلون. يعني خصنا نلقاو واحد الالفا بوزيتيف، هذاك الالفا مرتبط بايبسيلون. اذا كنحاولوا نلقاو واحد التعبير الرياضي
لي غيكون كيساوي طبعا فالور ابسولي دو جي دو اكس موان 3 وكيحتوي على اكس موان 1 طبعا او اكبر من على الاقل يتضمن اكس موان 1 لكي نستطيع باش نلقاو يعني ايجاد اختيار مناسب للالفا. كيف ذلك؟ غادي نلاحظ بان في السؤال الاول عطاونا جي دو اكس دابخي لا بروميير كيسيون موان 3 هادي راها صغر من ماذا؟ صغر من 4 في لا فالور ابسولي دو اكس موان 1. اذا دابا ولا عندي جي دو اكس موان 3 راه صغر من 4 فالور ابسولي دو اكس موان 1. هنا يمكن لي نختار الفا المرتبط باكس، يعني مثلا نفترض بان هذا غيكون صغر من ايبسيلون. الى وقتاش غيكون 4 فالور ابسولي دو اكس موان 1 صغر من ايبسيلون؟ يعني خاصو يكون اكس موان 1 اصغر من ماذا باش يكون 4 فالور ابسولي دو اكس موان 1 صغر من ايبسيلون؟ اذا خاصو يكون فالور ابسولي دو اكس موان 1 صغر من ايبسيلون على 4. متفقين؟ اذا لكي انا نكتب هنايا لكي يكون 4 فالور ابسولي دو اكس موان 1 صغر من ايبسيلون يجب ان يكون فالور ابسولي دو اكس موان 1 صغر من ايبسيلون على 4 باش نقدر نقول هادي صغر من ايبسيلون. اذا متفقين؟ اذا حنا لقينا دابا الفا اللي كيساوي ايبسيلون على 4 ومرتبط بايبسيلون، يعني قيمته مرتبطه بايبسيلون. ولكن في البدايه كانوا عطاونا واحد التطير، يعني قالوا لنا خذ اكس، يعني هاد المتفاوته كيفاش وصلنا لها؟ وصلنا لها علما ان اكس ينتمي الى المجال، ونعلم ان اكس ينتمي الى المجال 1 على 2 3 على 2، ومنه اكس فهو محصور بين 1 على 2 و3 على 2، اي اكس موان 1 يكون محصور بين 1 على 2 ناقص 1 و3 على 2 ناقص 1، اي اكس موان 1 محصور بين 1 على 2 و ناقص 1 على 2، بمعنى لا فالور ابسولي دو اكس موان 1 انفيريور ان دوم. اذا نحن ولاو عندنا دابا جوج ديال الامكانيات، الا كان عندي الفا كيساوي ان دومي مزيان، يعني هذاك الالفا ديالنا ممكن نعتبره هو ايبسيلون سيغ 4 ولا ان دومي، ولكن حنا ما يمكنش لنا ناخذهم بجوج، اذا غناخذو لانفيريور، يعني غناخذو القيمه الدنويه لانف بيناتهم، اصغر قيمه بيناتهم شكون هي؟ على حسب ايبسيلون، على حسب الاختيار ديال ايبسيلون. اذا غادي نقولو اون برونو الفا هي لانف، اون برونو الفا هي لانف ديال ان دومي و ايبسيلون سيغ 4. دونك في هاد الحالة اون فيريفي كو، اذا غيكون عندي اكس موان 1 انفيريور الفا، يستلزم اكس موان 1 انفيريور، و الفا قلنا هو ايبسيلون سيغ 4، ايبسيلون سيغ 4 في الحالة الأولى، و اكس موان 1 انفيريور ان دومي، حيت ممكن نختارو تكون ان دومي هي الصغيرة ولا تكون ايبسيلون سيغ 4 هي الصغيرة. دونك امبليك اكس موان 1 مضروبة في 4 انفيريور ايبسيلون، و 4 فوا اكس موان 1 انفيريور ا 2. إذن هادي حنا قلنا بأنها راه أكبر من جي دو إكس موان 3 انفيريور إبسيلون، أو جي دو إكس موان 3 انفيريور 2. يعني حنا دابا لقينا واحد الإبسيلون بوزيتيف هنا في هاد الحالة، راه مثال. إذن فيغيفي
لان الا خدينا ايبسيلون كيساوي جوج، اذا راه الجواب صحيح. اذا كان ايبسيلون كيساوي جوج، فان يوجد الفا كيساوي ان دومي، بحيث اكس موانز ان انفيريور الفا، وفي هذه الحاله قلنا كيساوي جوج، يعني يستلزم la valeur absolue de g de x moins 3 inférieure à epsilon هي جوج. طيب، وإذا كان عندنا الحالة العامة، يعني كيف ما كان epsilon موجب كلكو سوا epsilon بوزيتيف، il existe alpha واللي غيلعب الدور ديال القيمة الدنوية ما بين 1 دومي و epsilon sur 4، واللي هو ان نومبر بوزيتيف كلكو سوا اكس من ار، لا فالور ابسولو دو اكس موانز ان انفيريور ا الفا، كيستلزم لا فالور ابسولو دو جي اكس موان 3 انفيريور ا ابسيلون. سا سي فري. دونك السؤال الاخير، هذا ينطبق مع ماذا؟ هذه العبارة هذه كتكافئ بأن لا ليميت x تنفيغ 1 ديال جي اكس راه كتساوي 3 حسب التعريف الرياضي للنهاية.